بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات ايات وحكايات. ان ناسيت الام رضيعها انا لا انساكم، مش الكتاب قال كده؟ وقال انا الراعي الصالح واعرف خاصتي وخاصتي تعرفني. الايات دي كلها بتبين لنا ان ابونا السماوي راعي، هو حنين علينا. صحيح انت ممكن ما تحسش بحنانه، لكن هو فعلا حنين علينا جدا وبيحبنا جدا 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 ومهتم بيك قوي. انا كتير قوي اقول له يا رب انت ليه مهتم بينا، انت ليه بتحبنا، على ايه يعني؟ ده احنا حتى وحشين قوي قوي، لا بنحترمك في حياتنا ولا بنقدرك ولا بنكبرك ولا بنصلي لك ولا بنقدم اي ذبايح حب تبين قلبنا ليك شكله ايه، لان قلبنا فعلا وحش قوي. وبرغم هذا بتحبنا بدون اي توقعات مننا. انت بتحب عشان انت كلك حب. وانا عمال اقرا كده، قريت قصه عن قصه غريبه اسمها بامر لام او الحمل المنبوذ. هو جوجل قال لما حطيتها كده لقيتها بيقول لك الحمل اللي عنده مشكله يعني المنبوذ. يعني بيقول لك النعجة لما بتيجي تخلف ثلاث حملين بتنبذ واحد الأضعافهم، يعني ما بتخليهوش ياكل من يرضع من لبنها، وتهتم بالاثنين التانيين جدا، حاجة كده في النيتشر بتاعتها، تهتم بالاثنين التانيين، تأكلهم وتاخد بالها منهم وتحضنهم وتهتم بيهم، والتاني يبقى منبوذ لانه ضعيف، نزل ضعيف شوية. فالضعيف ده هي مش بتهتم بيه. كل ما يجي يقرب الحمل ده من الحملان التانيين، التانيين ينبذوه لان هما بيزدادوا قوة وهو بيزداد ضعف لانه ما بياكلش. وشوية شوية الحمل ده ممكن يموت بسهولة جدا لانه هو مش من ضمن القطيع بتاع امه اللي هي بتاخد بالها منه. وحتى النعاج التانية ما بتدخلهوش في النص لانه ضعيف. يقول لك ايه بقى؟ ده الحقيقي اللي بيحصل حقيقي. يقول لك الراعي الصالح بقى او الراعي الجدع، الراعي الحنون اللي فاهم كويس قوي ولاده وفاهم الغنم بتاعه، يجي للحمل المنبوذ ده ويطلعه بره القطيع ويحطه في حضنه وياخده البيت بتاعه، بيعمله كده فعلا يعني، ويحط عليه زي بطانية ولا حاجة عشان يدفيه عشان يوصل لدرجة حرارة الجسم، ودايما حضنه طول ما هو في البيت دايما حاضن الحمل ده علشان برضو لسه الحمل وهو صغير يسمع دقات قلبه ويبقى يعني ممكن يرجع تاني يعني، ويفضل يرضعه ويأكله ويحميه ويهتم بيه كأنه بالظبط في حضن أمه. أصل الناس هي الأم رضيعها، هو ما ينساش بقى الراعي ده، مش هينسى البيبي ده. يفضل ياخد باله منه لغاية ما يقف على حلو كده ويبقى قوي وقوي البنية وتمام التمام وقريب قوي أو تقريبا زي التانيين، يوم واخده حطه في وسطهم فالأم تقبله لأنه بقى قوي ويخش في وسط القطيع والحمل ما بقاش منبوذ، بقى مقبول في وسط القطيع. مش ربنا بيعمل معانا كده؟ العجيب بيقول لك ايه بقى؟ يعني بيقول لك ان في الحقيقي في الواقع يعني انه لو حصل ان الراعي بينده للقطيع، اول واحد يجي هو اللي كان الحمل المنبوذ، يجري بسرعة لانه عارف كويس قوي صوت الراعي بتاعه وعارف دقات قلبه وعارف صوت رجليه، عارف كويس جدا حافظه، ما اصله تربى وهو صغير في حضن الراعي بتاعه. انت عارف هو ده اللي بيحصل بالظبط معانا. ممكن العالم ينبذنا، ممكن انت تكون حاسس انك لونلي لوحدك، ممكن تحس ان الناس كلها ما بتبصش عليك، ممكن تحس ان اصحابك سابوك، ممكن تحس ان ابوك وامك مشغولين عنك او سابوك وطلعوا السما ولا حاجه، ممكن تحس ان تحس ان كل صحاباتك اتجوزوا بقى عندهم عيال وطلعتي بره القطيع وبقيتي لوحدك خالص. ما تخافيش، في راعي اسمه ربنا يسوع المسيح
واخد باله منك كويس قوي. انت حاسة بتقعدي تعيطي بالليل كل يوم، ولا انت بتقعد تعيط كل يوم انك لوحدك، وانك خلاص الدنيا فضيت من حواليك، وان محدش حاسس بيك؟ لا، انا بقولك يعني good news، بقولك اخبار سارة جدا، ان الراعي الصالح اللي هو ربنا يسوع المسيح مش نسيك ولا هيسيبك لوحدك. ده انت عشان منبوذ، وانت عشان لوحدك هياخدك في حضنه، هيدفيك، هتسمع دقات قلبه، هتقرب منه جدا، ولما تقرب منه جدا هتعرف صوته كويس قوي، ولما يجي يكلمك هتجري عليه بسرعة، لان ربنا بقى قريب منك ومن قلبك. عمرك ما هتحس انك منبوذ، لان ربنا هيحطك جوه القطيع السماوي تاني، ولاد ربنا هيحبوك، ولاد ربنا هيقربوا منك. انا عارف ان انت رحت الكنيسة ولقيت الكنيسة فيها شلالية، وكل شلة مش عاوزك في النص. لا، بس يسوع عاوزك، واعمل لك هو الشلة بتاعتك انت، الشلة الناس اللي هم ولاد ربنا، اللي بيحبوا ولاد ربنا، اللي بيقبلوا اي حد، وانت هتبقى من ضمنهم، وعمرك ما تحس انك منفرد او لوحدك تاني، لان يسوع الراعي الصالح واخدك جوه حضنه ومهتم بيك. خلي عندك ايمان، وافتكر كويس جدا البمر الام، لان الحمل المنبوذ ده هو منبوذ من الناس بعض احيان، لكن مش منبوذ من الراعي الصالح. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.